بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا العم غزاي الشاماني شايب في المدينة المنورة. أبو فهد صبحك الله بالخير. الله يصبحك بالخير يا هلا. يلا حية يا هلا بارك الله فيك. أبيك توضح للمشاهدين وش تعالج عنه. الجلطة، عرق النساء، التليف الكبدي، ما شاء الله، شلل الوجه اللي يسمونها اللوف عندكم يا أهل الجنوب، معروف، والشفاء من الله، نبذل الأسباب والمشافي رب السماوات والأرض. عندك كوي وعندك أماكن عروق تعرفها؟ عندي كوي وعندي أماكن عروق تعرفها؟ يعني تعرف المكان؟ علاج نطع عمرك طب نبوي، يا مشرط يا كوي، يا مشرط يا كوي، ما شاء الله، بس هذه الحاجات اللي نعالجها. طيب والمجلس ما شاء الله مليان مراجعين، ها؟ الحمد لله المجلس مليان مراجعين، والمراجعين بخير والحمد لله. أنت مجرب يا الغالي عند الشايب؟ قبل العيد جيت، كيف؟ جبنا لا يتكلم ولا شيء، الحمد لله اليوم. كيف؟ جبنا يعني لا يتكلم ولا شيء. لا يتكلم ولا شيء. الله الحمد لله اليوم ما يتكلم ولا حاجة، تحسن يروح يجي نفسه. ما شاء الله. كلم الرجال. ما شاء الله. تتكلم الحين بعد الكوي؟ وقبل الكوي؟ ما تتكلم. وعندك عيادة في الرياض يا عم؟ عندي مراجعة اليوم في المستشفى التخصصي. بالرياض. بالرياض. عندي ناس يقابلوني هناك. عطنا رقم جوالك. سجل عندك 035 اي نعم 32 58 30. الله يرحم والديك ويبيض وجهك. انا مجرب علاجك وانا جربتها الان. انت قلت لي معي ايش؟ عرق النساء. معك عرق النساء اي نعم. انت مسكت عرق في ظهري وعرفت معي عرق النساء. عرق النساء وبديت انا والله بديت ارتاح الحين، بذلت لك المجهود واللي شافي الله. الله يجزاك خير ويرحم والديك ويبيض وجهك. حياك الله يا